السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي اخرج الصورة كأنها مرسومة بخط اليد. لو انت شايف الخطوط هنا خطوط مستقيمة، هاجي هنا واقول له انا عايز جرافيك ديزاين اوبشن. هنا الهيد لاين لو دخلت واير فريم بالشكل دوت، بس طبعا مش هيبقى ليه اي معنى خالص. ممكن نخليه هيد لاين، ممكن نعمل اسموس للخطوط، ممكن نخلي فيه بعض الشفافية بس مش كتير. الشفافية دي هتخلي تلقط الشكل اللي بعد كده. خلينا من غير شفافية، بس هي الشفافية بتعمل تأثير حلو قوي لما نعمل سكتش لاين. الشادو ممكن تقول انا عايز الشادو بالشكل دوت. انا بفضل العكس، اقول له شادو امبيدد شادو، يعني اعمل شادو غير مباشر، او يعني اللي هو اللي انعكاسات ده شكله اجمل لما هندخله على السكتش لاين. هاجي هنا اقول له انيبل سكتش لاين اهوت. تحس بقى ان الخطوط مرسومه بخط الايد. ابدا اغير كده تبقى بالشكل دوت، تبدأ تخف شوية. عايز تخليها شديدة قوي لأن الفرشة تقيلة اهي بالشكل دوت. وبرضه هنا الإكستنشن يبقى عاملها بشكل أبسط أهوت. كده لما تيجي تبص على المشروع تحس إن هو كله معمول بخط اليد، مش خطوط مستقيمة. طيب بعد كده ممكن تصدر الحاجة ديت من خلال حاجتين، يا إما تصدرها بي دي إف أو تسيب الصورة دي على انها ايمج. اجي هنا واقول له انا عايز الصوره ديت سيف تو بروجكت از ايمج، سيفها لك كصوره. او ممكن تطبع الصوره ديت بي دي اف، والبي دي اف بيتفتح على الفوتوشوب بدون اي مشاكل خالص. انا بقى بشوف عايز كام بكسل حسب ما انت عايز. طيب سيفها لك صورة. هنفتح الصورة بالشكل دوت، تظهر معايا زي ما انت شايف.